كاميرا خفيه راه نحكم لك سبور كل يوم نجيبوا لاعب ونطيحوا في فخ المنشطات ونقلقوه شويه. اليوم راح نولوا شويه الفريق مولوديه الجزائر مع اللاعب سفيان بالغ اللي تفاجئ بنتائج المنشطات وين كانت ايجابيه وتقلق بزاف سيرتو مع الطبيب. بدون اطاله نخليكم مع اللاعب سفيان بالغ، تابعوا معنا. بالغ ابو سفيان لاعب مولوديه العاصمه جانها اليوم باش ينحي الدم ويدير ليه تيست على الانتي دوباج، وما الدخله ابدا يحرج بالطبيب، ربي يجعل الخير. علاش خليكم عندي عندي لي تفاريك هاني ديرها اللي ما يديرش ما يمكن ما يحبوش يديروا ما بغاش انا ما يديرش شنو قلت لك ديك الحلقه شنو قلت لك ما يديرش كي نعرف روحي انا قلت لك ما يديرش يهضروا لي وياك محمد خاص لي شهر انت انا ما يديرش انت ما كتعتبر لي مهبول على بالك انا قلت لك ما نديرش ترى ها ندير لك كيبو بيتا شي شعر طب انا طب عشان تشعر هذا اللي داير خلينا كي غير تطبيب انا خلينا اسمح لي انت ما سفنجي سفنجي انا نتقبل تهضر معاك تقبل نهضر يا بدي مشي تقبل بنتيتك عندك فهمت مزيان حدا فيها مزيان كيفاش حدا فيها مزيان شبيه شخصيا انا في قهوه ما حرشينا في البيت وانت تشكون ماشي حرشوني عليك تخدر فيها يا تلي انت بنتان وماما شكرا هاوية مرتبات تاني ترتيبات ليه اشكون مني كي مع الناس ها؟ اشكون مني كي مع الناس انت شكون انت الناس وي انا؟ بلغ ابو سفيان كي والله معنا بيبي هما دام هذا يا طبيب تحكم انت بش انا وش بيك اتهموا فيا اتهموا فيا هنا كاسكيطة هذه ما نقلاش كاسكيطة لا لا فاطمة شوف انت واش شعرك هذا ديال شنو شنو يقدر هذا واش كان شوف الكوبري اللي تاخر زمان هذا والله واش عيط هذا له شي شعر عندك شعر تاع مينا سوندور معليش المخ مينا سوندور بيزاسي تاع المصبار بدا صغير درنا هذا ما غاديش يديني لا براعي ما غاديش هذا براعي سمي بالامارات ديالك مهبول والله ما طلع لك الحل شحال خوف بسلامتك هاي القاسي هادي شي قدامي هكا باش دير لي لا حنا بنت مدابز نتا هذا دوم لي هذا واه زهيدة خطيرة انا قادر غير على الناس معليش صافيني خرجي باسكو نجي ندير معاك كومبا انا معليش انت انا كنت شغال تروح تقول راه تروح تقول راه كيما نقول ام حاشينك هادي نعم ما نعرفكش انت عرفوني عليك كل شيء زمان عارف صافي ممكن ديلك بيبلو 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 في المصر بيبلو شو رأيك بيبلو أنت مهرج الله ما شاء أنا خلنا جامي دابس والله ما تقدر تعرف ده طيب إذا ما تقدر تعرف الصباح ما تقدر تعرف ليلي أنا شو ما شو ما شو شو ليلي 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 شو أنا جاي ذيك يعني أيام لو كنحبس قام بطل قام ميتين منك كنحبس حبس ها أبغى طول شركة إسلام بس معطى ديالو كرهوه قاع لي جوا لا لا الله يسرك يا أخي الله يسرك ما يسرك أنا باكني مرت والله أنا مرت من هنا الله يسرك شو مرتك شو قلت أنا بمسيج كما حبيت عندي الكاميرا تاعك مازال ما تقولش مازال قول ما حبيتش انا ما حبيتش ما خليتوش يدير لك ناحيه الدم شي لا لا تاخذ يدي تعرف انت خدمت شويه لا لا اخا درك اسلام ينحي لك الدم والله غير تموت سير بلاصه انت دوباش دير لي هو ما ديرش انت انا بلا عبد الرحمن تمنيت ايه قال لك ما عرفش يجول لا 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 بغيت ندير لك حاجه اللي ما تبغيش ندير لك كاسكيطه اه وعاود ولا الكاسكيطه ديالي صافي حمرا طريبي يا كيفو اي ام ذا وان ذا وان يا فان
نخلص خير منك. نخلص منك. أبا أبا خلو في الدزويت. وش تخلق من دلوك هذا؟ سلمنا هنا. وش تخلق؟ وش هالخلصة؟ أنا وصلنا لش حال تخلص؟ حال تخلص منين؟ سين سين صار هيك سين تديهم تديهم ديهم وش تخلص فيها؟ أقول إنه مهم أتصلي بين أسباك هذا ماذا ماذا ماذا؟ ايه خويا طبيبة الله يبارك أكيد ايه يا سيدي سيدي ما رديرها أنت يا تلا ما مضحك بصوص لا أنا أنا كنت بين هذا في خميرة ونقول طردك دا ونقول طردك 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 هنوك حنا نقولوا للطبيب غير ما تزعفش سفياني حب يقصر بسلامته ومع اليوم جيتوا على القسطو حنا نقولوا لك سفيان صح رمضانك كنت مع كاميرا كاشي ودير في بالك حاجة معانا مع زهيدة واحد ما يسلك بلا وقتاش تقلقت ما وقتاش لعب لك على المورال واش حاجه لا فضروش خرج ميش نظري خرج غير بيزاسي كلاش حاجه ولا قولي انا فهمت انا قلت هذا يدير دوباج بون ان شاء الله كيما نقولوا هذا نبدا يدخل علينا بالصحه وان شاء الله شغل الجميع المسلمين وسيتو الامه العربيه وان شاء الله نقول لهم صحه فطوركم ومراه سعيد